البيت. هلا بنشوف هذا انتم هنا كنتوا انتم برات البيت يا ترى ولا هلا طالعين؟ اهلين ام محمود. ام محمود هلا مو دكتور قال لك ما تحركي من فرشتك؟ فوتي يعني ام محمود فوتي ارتاحي. ما بدي ارتاح، جعت انا قمت من فرشتي مشان اكل لي لقمه، استنيت الجيران انه كان حدا ينزل لي لقمه اكل اتسمم ابدا عبس لا تتعبي، قلت لحالي قومي يا بنت حوسي بحالك دبري لك شيء لقمه بقى تضربوا انتوا التنتين. قمت انا ايه لا تواخذيني ام محمود، امالي لا تواخذيني، كنت امبارح كثير مشغوله، كانت حماتي مريضه ما قدرت اجي استفقدك، يلا بخاطرك ام محمود الله معك. مين حماتك هنا؟ ام جميل ما غيرها؟ مش انا كم واحد متجوزه؟ الله يلبسها توب العافيه، ليلي هلا شلون صحتها؟ ان شاء الله تحسني. الحمد لله صارت احسن. ايه الله يصلحك، كنتي نامي عند الليله ثاني. انت شو عرفك انه انا كنت نايمه برات البيت ام محمود؟ حماتك قالت لي. مين حماتي؟ ليش كم واحد متجوزه انت؟ ايه محمود ايه هلا فاهميني شو بدك؟ وين شفتيها انت لامي؟ هو محل ما انتوا واقفين انتوا اثنين كليكما هلا شفتها. وهلا وينها هي؟ فاتت التلفل تطمن على الوالد. الوالد مريض؟ ايه قولي روح انت ويا ابني. خير يا ابو؟ صحيح ابي بطلان؟ لا يا ابو مين قال لك ما مريض؟ ما في حدا مريض، ابوك بخير. ام محمود قالت لي انه مريض. انا ما دخلني ولادك هن فعلا اللي قالوا لي كليهما. يا لطيف قوموا حبيباتي قوموا على اوضتكم وارتاحوا، انا بشرح لابوكم الموضوع قوموا. يلا ارجيلي يلا دنجور. قولي لي يا ماما خير شو القصه؟ تقبرني القصه وما فيها ان اولادك لما دروا انه جدهم مريض ما عرفوا انا جد، فكروا ابوك. مو ابو لجميل المريض يعني ابي المريض جميل الحقي ابي مريض. لك تعال قال لي يبعك لي حمى جيت لك احلها انت عميتها. لك ابوك مو المريض، هذا ابو رفقي صاحبه لعمك اللي بيلعب معه طاوله بالقهوه، كل ما اجوا ولادك لعندي بيقولوا له يا جدو. ابوك الحمد لله ما في شيء. حطعتي قلبي مرت عمي. وانت ام محمود ليش واقفه؟ تعالي ارتاحي، بعد شوي الدجاجه بدها تبيض ومنعرف الدجاجه مين جابها والبيضه مين باضها. غير مره بيجي وما بحبه للبيض انا. هلا انتم ملبوكين بشغلات عائليه، انا ما بحب احشر حالي فيها، ابقي دخيلك سلمي لي على ابو رفقي رفيقه لجوزك جد الاولادي اللي بيلعب معه شيش بيش طاوله يعني، وقولي له على لساني سلامتك. امشوا حبيباتي امشوا. يلا بيت 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 يا بيتي يا بويتاتي يا مستر بعويباتي فيك البيت وفيك خاطرك بجميلي. هلا اجى دورك. دوري بشو؟ دورك بشو؟ انا ما نبهت عليكي لما حكيت لك قصه جميل وافكات انك ما تفتحي سيره لهنا رفيقتك بنوب بنوب. وانت نسيت انك قلت لي اذا دوري يومنا بيكون احسن؟ انا ما جبت لها سيره حتى تاكدت وشفت بعيني، قلت لاقول لرفيقتي احسن ما يبيع جوزها منها، هاي هي كل القصه. على كل انا ما عاد افتح لك سيره عن اي شيء بيصير معي وخصوصا اسراري، واني خيرتك فاختاري. قال يعني كثير بعرف اسرارك. شغله ما بتدخل بالعقل، بالاول الاولاد قالوا انه جدهم مريض، طلع ما في شيء. بعدين هناء قالت عمهاتها مريضه وهي غز العين مثل الحصان. بعدين ام جميل قالت ابو هناء المريض، طلع في جد ثالث للاولاد وهو المريض. ايه ما بتدخل بالعقل، صحيح انا بنص عقل، بس ما بتدخل بنص العقل يلي عندي. في سر عم يخبوه ولازم اعرفه. يا يامو صدقيني ما في سر مخبينه عليكي. لا في وانا بعرفه وبعرف انه مرتك مبارحه ما باتت بالبيت. جميل احكي لها لامك، امك مو غريبه، احكي لها شو الفرق بين الايفيكان والافاكان، لانه بين الاي والآ في فرق، ولا شو رايك انت؟ خلص يا مو كنا متزعلين وهلا تراضينا، طولوا بالكم، ليش لننكش بالماضي؟ انا وياها هلا سمني على العسل، انا السمنه وهي العسل. جميل اذا ما بدك تحكي لها انا بحكي لها عن الفرق بين الاي والآ. سكتي انت، بدي اسمع اول من الطرف الاول، قل لي ليش مزعلتك مرتك؟ اي مالي سمعاني شي؟
هلا بس تروح ام جميل بروح لعندهم وبحاول افهم شو القصة. يا مو هي هي كل القصة. من السلام عليكم ولا طقطق؟ منو هي طقطق؟ طقطق هذا ابن خالته لمدلوق المنجعي بيقرا بكناف. يا عيب الشوم عليك يا جميل، هي عملة بتعملها؟ بدك تتجوز على مرتك؟ لك لو بدور الدنيا كلها ما بتلاقي مثل ضفرة، مرة آدمية وحبابة وبتحبك وقلبها على بيتها وولادها، ما عندها الزايحة. إيه لا تنغشي دخيلك، في مليون وحدة أحسن منك. خلاص يا مو، غلطة وما عاد عيدها. الحق مو عليك، الحق على مرتك. الحق علي؟ إيه الحق عليكي. الرجال يلي بيفكر يتجوز على مرته بيكون أكيد ناقصه شي مانو موجود بمرته، بده يعوضه مع وحدة تانية. أكيد أنتي منقصة على جميل شي، بس شو ما بعرف. منقصة عليه شي؟ إليكو مرت عمي جميل قدامك، اسألي إذا كنت منقصة عليه شي وماني منتبهة. لا بالعكس يا مو، الحمد لله أنا مو منقصة علي شي أبدا، مالي حياتي معبيتها مطففتها طفطفة. لكن ليش بدك تتجوز عليها؟ نزوة جهل الأربعين، هبت الأربعين. أنا هابب يا مو، شو بساوي؟ يا ما نبهتك يا هنا، قلت لك إلا الوراثة ما تلعب دورها، ما صدقتيني؟ هلأ صدقتك. على كل نديروا بالكن على حالكن، وما بدي أدرى تاني مرة إنكن زعلتوا، مفهوم؟ خلص اطمني يا مو، صار اللي صار، من اليوم ورايح بإذن الله ما رح تسمعي عنا غير كل خير. لكن قوم وصلني، بدي شوف أبوك للزعلان. على مهلك مرت عمي، ما بدك تشربي فنجان قهوة؟ اشربها بعدين تقبريني معلش. خير ليش البابا زعلان؟ قال ليش نمت عند أختي؟ بتعرف أبوك ما بيقدر يقعد بلاي ولا خمس دقايق. الله يديم المحبة إن شاء الله. وأنت يا مو ليش نمتي ببيت خالتي؟ خالتك زعلانة كثير بعدين بحكي لك. ما بدها تحكي قدامي؟ قبل ناقص. تفضلي يا مو، تفضلي. بوصلها وبرجع. لا تأخر. لا فورا برجع. ايه. أنا ديري بالك على جوزي خاطرك يا مو. مع السلامة. الله معك. ما تعمليش. لا تأخر. لك لا دغري برجع. لا تأخر. لا هلا برجع. المريض جدو ابو رفقي المريض. اي مزبوط. هلا حبيبتي، شبه صاير معك شي حبيبتي؟ ليني. لا ما في شي محمود، كل خير. بعدين انت شو اللي قومك من فرشتك؟ مو الدكتور قال لازم تضلي بالفرشه مشان ما تجيكي جلطه ثالثه؟ شو اللي طلعت من البيت؟ انا جاي اطمن عليكي، انا امبارح ما نمتي انت بالبيت. ايه لانه كنت عند رفيقتي ولدت ونمت عندها بالمستشفى، هي كل القصه. روحي ارتاحي ببيتك. شو جابي؟ منو هاي؟ رفيقتي. بنت. يلا على كلين ألف مبروك، قومي سقينا كاسة شراب. حلوان البنت. لو البنت مو إلي، هي لرفيقتك بس كأنه إليك. أي محمود هلا أنت روحي ارتاحي ببيتك، وبس إجي لعندك بدل ما أجيب لك كاسة شراب رح أجيب لك قنينة تضلي تشربي فيها لتنبقي بق. إي معلش خليني لكن ارتاح، وأنا رايحة باخذها للقنينة. شوفي محمود، امي كانوا في عدفات على شاتك لكن مصاري ولساتها بسيفي. قولي اتصلي لي بالشرطه. محمود قولي الابن ماله مكسور، ليكون حرامي مع مفتاح. قولي عشان الشوك اللي بالورد بحب الورد تيارارا مو حافظك مالتها تيها. مرحبا النو، تفضلي الورد يا احلى وردي. وين كنت لهلا جميل؟ وين كنت لهلا؟ انا اللي عم بسألك وين كنت لهلا جميل؟
يعني مثل ما بتعرف وين بدي اكون، كنت عم وصل امي. لهلا 10 دقائق من هون لبيت اهلك، 10 دقائق روحه و10 دقائق رجعه، انت صار لك 3/4 ساعه، وين كنت لهلا جميل؟ رد علي. شكو شكو. جميل رد علي، ليش تاخرت لهلا؟ تاخرت لاني كنت عم اشتري لك باقه الورد. باقه الورد؟ وشو المناسبه؟ اكيد عامل لك شي عمله. الله يسامحك يا هنو، معقول انا اعمل شي عمله؟ ما بعرف، سأل حالك. لا بعدين انا تاخرت شوي، ها صح، لاني فتت لعلى بيت اهلي، سلمت على اختي وابي وقعدنا شوي مشان هيك. فتت على بيت اهلك وسلمت على اهلك كلهم؟ ليش ما قلت لي؟ كنت رحت معه. ما صار شي، الاولاد وينو؟ باوضتهم عم يلعبوا. دفريون على السينما، بعتيهم يشتروا بزر، لقيله التصريفة مؤقتة الحقيقي. أنا متصرف صري جميل. ما في حدا بسقيفة والمصاري ما حدا لاقه. أكيد هنا اخترعت هالقصة مشان تطالعني من البيت. معناتها في بالرز بصل بسيطة، وين بدها تفلت مني إلا ما أعرف شو قصتها. انا جميل ما بقى في عقل فكر بشي ابدا. طول بالك وسيم، ما في مشكله الا ولا حل. هات اشوف الحل. هلا انت ما قلت لها انه هي سكرتيرتي وجاي تقابلني الي مو لها؟ قلت لها، بس قال جارتنا ما شافتني غير انا وياها لحالنا. ليش انا وين كنت؟ انت رحت على التواليت وانت ما اجاك تروح على هداك الصوب الا وقت اجت جارتنا. طيب شو رايك انا اروح لعند مرتك وقل لها شخصيا انه هي سكرتيرتي وجاي تقابلني الي، وانه انت مالك علاقه، وانه لما اجت جارتكم كنت بهداك الصوب انا؟ قلت لها افتحي لجميل اسالي، ما صدقت، قال نحن رجال ما بنعطي على بعضنا. طيب شو اعمل لك؟ اكثر من هيك ما بقدر اعمل لك شيء. شوف جميلة، يا بتلاقي لي حل يا بهد لك كل شيء بنيته. ها شو بتساوي؟ بروح لعند مرتك بحكي لها القصه من تقطل السلام عليكم، بعدين باخذها وباخذ امل بروح لعند مرتي. لا دخيلك، انا ما بعرف امتى وصلت لهون، بوس ايدك لا تعملها وسيم. لكان فكرني بحل. راح فكر لك. لقيت الحل. شو هو؟ شوف وسيم، في وصفة مجربة بس ما بعرف بيمشي حالها معك. قول شو هي؟ عندي بالمديرية في تنتين موظفات، منال وسلوى، بتعرفهم؟ بعرفهم. شو هدول التنتين؟ على طول علقانين مع جوازهم، بتوصل بيناتهم للشيطان الرجيم، وما انحلت مشكلتهم إلا لما هددوهم جوازهم بالطلاق. ساعتها اجوا لعندي ركض. دخيلك يا استاذ، نحن مستعدين نعمل كل شيء بس رجالنا ما يطلقونا. شو قصدك؟ روح هدد مرتي بالطلاق؟ ما لها غير الحل. تضرب انت والحل، انا بدي صالحها ما بدي طلقها. لك يا اجدب، انا قصدي تهددها بالطلاق مو تطلقها عن جد. شوف وسيم، النسوان ما بيخافوا الا لما الرجال بيهددوها بالطلاق، لانه ساعتها بيتبلكموا، ما عاد يقدروا يساووا شيء، بيصيروا بيساووا اللي بيقولن عليه وبس. لك هاني أحزرك، شو اللي رجع مرتي على البيت بعد ما شافتني مع واحدة تانية بأمي عينيها؟ خافت إنه تنحرم مني وطلقها. بركي مرتي ما فكرت بهالطريقة. لك أسيدي كل النسوان مثل بعضهم، أنا ماشي. وين رايح؟ بدك تصلني الطريقة. خود تاكسي. ما بقدر، واعد هما أجي بعد نص ساعة، ما بدي أتأخر عليها منوب. على كل حال خبرني بكرة على المديرية شو بصير معك. تشاو. وادفع له حق الشاي. نجرب. اهلا وسهلا استاذ جميل. اهلين وسهلين. يا هلا، تفضلي. مثل ما وصيتكم لا تعذبونا. بتعرفي لك انه انا بحب المحل كثير. الا انك ما بتعرف غيره. يعني صحيح هو مو حلو كثير، بس مو قلنا فيه ذكريات مشان هيك بحبه. الحكي من قلبك جميل. مو بس من قلبي، من صمصيم قلبي. نحن رح نخلع مشان يفضلكم الجو وتتغازلوا فيه على كيفكم. تخلعوا؟ شو يعني تخلعوا؟ يعني نقحط. بدنا نروح نلعب مع الاولاد بالمراجيح. ايه روحوا بابا، بس دير بالك على اخوك، اوعى يقع.
شوفي الصبية اللي ورانا ما احلاها. وانت ليش عم تطلع فيها؟ طلع فيني انا وبس.